احنا شغالين مع بعض في السمسارة، انت عندك حاجات وانا ببقاها لك. شغالين مع بعض ايه؟ بروكر. لا ما هو اللي جوه دي فلاحة، مش هتفهم بنوكر وكده. بنوكر هي برضو اللي فلاحة؟ الملاية مهبوشة اقسم بالله، جت القرف اللي عايز نسوان. يا ابو الكباتن بس في ايه؟ يا كابتن كراكير الحقني، الولاية عايزة تتطلق والعيال بيتخانقوا معايا في الجيم، انا خلاص دماغي على الطاق. اهدى بس، هي لسه بتقول لك ان انت غبت عن البيت والكلام الفارغ ده؟ دي بتحلفني بأيمانات المسلمين. وينفع؟ ومش هي بس، ده هي والعيال. ده المصيبة السوداء بيقولوا لي ان انا قافل الجيم من يوم الاربع. هو انا مش يوم الاربع كنت عندك في القصر يا باشا؟ لا مالكش دعوه بيا، عايز تتكلم اتكلم معاه، هو انا ماليش دعوه. ايوه هو يوم الاربع صح. طب يا باشا انا ما قعدتش غير ساعتين زمن. هما كانوا ساعتين؟ انا مش عارف الزمن بالظبط يعني، بس كان ساعتين، ساعتين وعشر حاجه كده يعني. يعني شبه اللي انت بتقوله. يعني ايه يعني اكون فقدت الذاكره وانا مش عارف؟ لا طبعا. طب حضرتك بتتعاطى دراجز او اي حاجه؟ ايه؟ لا انت بتقول له إيه؟ هو يقصد يعني بتشرب مخدرات او حاجه كمان؟ واسع يا عم، واسع يا عم. الباشا مخدرات؟ كابتن عصام يشرب مخدرات؟ ده انا بتنيل بنيله من غير مخدرات. الراجل ده صعبان عليا جدا. سيبك منه خالص وخليك معايا انا، عشان انا ممكن ابقى زيه دلوقتي جوه. جاهز؟ لا وحياتك يا اختي، ده هو بس سواد الليل اللي انا قعدته ورجعت على طول. لا ما انا استحملتش بقى اللي قعدوا يعملوا معايا، الصراحه اتخنقت قوي. قول لي الاحلام معايا دي. ما هم بدأوا بقى تنغيز وتنغيز. بقول لك معايا دي بر. ويا اللي رحتي ويا اللي جيتي، فقلت اخدها من قصرها وارجع بيتنا على طول. انا جاية اطمن عليكم وماشية. ما انا مش عايزة لا. يا لا ما انا ما بحبش الرغي الكتير، وانت عارفة قالوا دماغي. ما استحملتش. ايه يا استاذ دي؟ خدت اول عربية ورجعت على طول. يا استاذ ما المفروض ان انت الراجل اللي انا شغال معاه، يعني لازم احترمك قدامها. لسه مشرف المحروسة اهو. جايب لي معاه عيل طري لابس شورت كده، مش عارفه جايبه منين ده. ايه ده؟ خايف جدا. لا لا ما تخافش، انت في بيتي، ما تخافش من حاجه. طب اقفلي اقفلي دلوقتي. سلام. الحمد لله على السلامة يا كونتيسة. مين ده؟ أنا شوقي. شوقي مين؟ شوقي مين؟ ما أنا لو قلت لها بينو هتهزقني. كده كده هتهزقك. شوقي. أيوه منين شوقي ده؟ استاذ بيه استاذ شوقي اللي انا شغال معاه احلام. وشغال معاه ايه بقى ان شاء الله؟ احنا شغالين في السمسره وعندي حاجات بيبيعها لي. انت دستره على زرار ولا هو بيسمع الكلام كده ليه؟ لا عشان انت ما بتفهميش، عشان اول مره تشوفيه وتتعرفي عليه. احس الكلام شويه. احنا شغالين في مجال السمسره وانا عندي حاجات وهو بيبيعها لي. حلوه السكه دي؟ مش بطال. انت كده يعني خلاص سبت التاكسي وهتشتغل في السمسره ولا ايه؟ عشان مش فاهمه. ادعي لنا بس ربنا يكرمنا في البيعه اللي جايه دي عشان يعني نظبط الدنيا كلها. سيبك بس من الكلام ده وسيبك منه وخليكي معايا. طمنيني، انت رحتي في ايه وجيتي في ايه وازاي وليه؟ اصلا لقيتهم هيبداوا بقى في نغمه، هو جوزك مغضبك، هو انت زعلانه، انت جيتي في ايه ورحتي في ايه، فقلت بيتي اولى بيا. حضن كلب ولا وجع قلب؟ جدعه جدعه احلام. جدعه ايه؟ بتقول لك يا كلب. وجع القلب وحش. اصلا انا اللي غلطانه من الاول، انا اللي كسرت بنفسي. احضرنا يا سيشوقي. انا حاضر. لا 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 انا هحكي لك كل حاجه وانت تحكم بينا بحق الله. اتفضل اتفضل. انت مش غريب. اتفضل. خلاص انت هتوحشنا بقى كده. شوف يا اخويا، انا كان عندي 10 سنين وهو كان عنده قد بتاع 12 13 سنه. وعندك 10 سنين؟ النكت كله بقى. ببص عليه من البلكونه لقيت العيل بيضربه، وقمت نازله دافع عنه. عامل يا كارتا؟ ما تعملي زفت.